السلام عليكم. ارتبط التدهور الاقتصادي وتدهور العملة النقدية بانهيار الدولة والعمليات السياسية وانهيار السلم الاجتماعي الذي جاء بفعل الانقلاب كسبب رئيس منتج لكل الكوارث السياسية والاقتصادية التي يشهدها البلد، كان آخرها النداء الذي أطلقته وزارة التخطيط. في التقرير الشهري الذي يصدر عن وزارة التخطيط والتنمية الذي أشار إلى أن بلادنا استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفذت جميع الحلول، وإنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد بعد استقراره. التقرير الذي أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون حدوث تقلبات عنيفة في سوق الصرف، حيث ربطت التقلبات الاقتصادية بالتقلبات السياسية والأمنية، في إشارة غير مباشرة إلى الأحداث التي تشهدها بلادنا في ظل أجواء الحرب التي فرضت على البلاد بفعل الانقلاب. فهل دق ناقوس الخطر على الاقتصاد والعملية النقدية مجددا بحسب تقرير التخطيط والتنمية؟ وما مدى ارتباط ذلك التقرير بالتقارير الصادرة عن البنك المركزي بخصوص الموضوع ذاته المتعلق بتدهور العملة النقدية؟ وهل أصبحت الوديعة التي تطالب بها وزارة التخطيط ضرورة اقتصادية ملحة وعاجلة؟ وما هي التأثيرات الناجمة على الاقتصاد اليمني في حالة عدم توفر تلك الوديعة في البنك المركزي والتي تقدر بخمسة مليارات دولار؟ ملف اقتصادي يناقشه المساء اليمني. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير لنعود بعده للنقاش. أسباب كثيرة أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملة الصعبة في اليمن، وإن تعددت الأسباب إلا أن الحرب وآثارها المنعكسة على الوضع الاقتصادي تظل هي الأبرز في تفاقم الخطر المعيشي الذي يهدد حياة الملايين من اليمنيين. في التقرير الشهري الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية ما يؤكد أن اليمن استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفذت جميع الحلول. يضيق أفق وزارة التخطيط أمام تدهور العملة المحلية التي ترى أنه بات ضروريا الاستناد لوديعة عاجلة من العملة الصعبة تمكن البنك المركزي من مواجهة حاجة السوق والتعامل مع مطالب المستوردين لتعيد للريال اليمني عافيته. وشهدت العملة المحلية تدهورا كبيرا، فقدت أكثر من ربع قيمتها خلال عام الحرب وتراجع الاحتياطي النقدي من 4.7 مليارات إلى أكثر من النصف خلال عام واحد فقط. خبراء اقتصاديون يرون أن أزمة نقص النقد الأجنبي تجاوزت حدود صلاحيات المصرف المركزي ومحاولات إصلاحه، وأصبحت المشكلة واقعة على عاتق الحكومة في توفير مصادر تمويلية خارجية، خصوصا أمام ما تعانيه الموارد الإيرادية المحلية من نهب منظم من قبل سلطة الأمر الواقع التي تسيطر على موارد الدولة، بالإضافة إلى العجز في إعادة إنتاج النفط، ناهيك عما تسببه الحرب من خسائر كبيرة في البنية التحتية وما تسببت به من شلل في حركة التنمية وإيقاف دعم المانحين. جملة من الخطوات الضرورية طالب بها تقرير وزارة التخطيط من أجل معالجة التدهور الحاد للعملة المحلية، أبرزها ضرورة تبني إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية كوضع وديعة خارجية في البنك المركزي اليمني بخمسة مليارات دولار وتقديم دعم مباشر لسد عجز الموازنة العامة للبلد. كما طالب التقرير بضرورة البحث عن مساعدات عينية كالمشتقات النفطية لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي واستئناف تدفق موارد النقد الأجنبي وغيرها من المعالجات الهامة التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في مسابقة الوقت والانهيار معا. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. مساء السلام. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني ربما ليست هذه المرة الأولى التي نناقش فيها كارثة الاقتصاد اليمني معك، ولكن أستاذ محمد الجديد ربما هذه المرة هو التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية والذي بموجبه تحدثت عن ضرورة إدعام وديعة بمبلغ 5 مليار دولار، وأيضا رفض الاقتصاد اليمني بالمشتقات النفطية وإعطاء الميزانية الدولة أيضا مساعدات أخرى. ما الذي تقرأه وراء هذا التقرير؟
دعوة وزير التخطيط هي لفتة يعني متأخرة جدا عن الكارثة التي نعيشها فعلا ولا ننتظرها أكثر مما قد حصل إلى الآن. في البنك المركزي لا يمكن سوى مليار و200 مليون دولار، وهذه الكارثة قد تحدث عنها سابقا رئيس الوزراء السابق بحاح عندما قال أنه لم يعد يوجد في البنك المركزي سوى 1.8 مليار دولار. يعني اضطربت الأمور في البنك المركزي لدرجة أدت إلى هروب أو يعني ترك مغادرة البنك المركزي من قبل محافظ البنك بن همام، ثم عودته باتفاق سياسي وتدخل دولي. الكارثة أيضا تأثرت بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد من خلال الاستنزاف الذي حصل للعملة الأجنبية من قبل ميليشيا الحوثي صالح التي تسيطر على البنك المركزي. وهناك خبراء اقتصاديون كثر ذكروا هذا الموضوع وذكروا سلاسل كثيرة من الفساد الذي يحدث داخل البنك المركزي والخطط والحيل التي يستخدمها هؤلاء لكي يستنزفوا. إذن أستاذ محمد، يعني ما الجديد الذي جعل وزارة التخطيط تصدر مثل هذا التقرير طالما يعني وقد دق ناقوس الخطر منذ فترة؟ الجديد أن جميع الحلول فشلت. الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من خلال فتح المجال لكل التجار والمستوردين يعني الاستيراد بعملة صعبة وكذلك المضاربة بالعملة المحلية في السوق وضع حدا وأنزل يعني تعميم رسمي بالسوق السوداء التي تصل الأسعار إلى 250 ريال مقابل يعني الدولار الواحد، ولم تفلح الجهة الرسمية المحولة بتثبيت سعر العملة يعني إلزام البنوك والجهات الرسمية بالتعامل بالسعر الرسمي للريال. اضطر الجميع للتعامل بسعر السوق السوداء، لذلك لابد من حل. الحل هذا هو ما ذكره وزير التخطيط وما النداء العاجل الذي وجهته الوزارة لإيقاف هذا التدهور المريع. هذا هو الجديد في الأمر، أنه لم يعد توجد وسيلة أخرى غير دعم والاتجاه لدول الخليج لدعم العملة المحلية من خلال الودائع. نعم، إذا ما مدى ارتباط هذا التقرير أو هذا النداء أستاذ محمد بتقارير صدر عن البنك المركزي بخصوص الموضوع ذاته المتعلق بتدهور العملة الوطنية؟ يبدو أن هناك شيء من التنسيق بين الوزارة وبين وزارة المالية والبنك المركزي. يبدو أن هناك أيضا اتفاق على أن هذا حل سيكون مؤقت، وبدلالة أن هناك خبراء اقتصاديين ذكروا أنه لا بد من إرسال العملة المحلية العملة الصعبة المكدسة داخل البنك المركزي بالريال السعودي لبنوك بحرينية وخليجية وتحويلها إلى عملة بالدولار لكي يعني تسجل باسم البنك المركزي اليمني. نعم. لم يعد هناك ثقة بأي أموال ستدفق إلى اليمن لأنها ستذهب إلى ميليشيا الحوثي وصالح، وهذا أمر يعني مفروغ منه بدليل استنزاف الميليشيا حتى لأجيب طلاب الجيوب طلاب المدارس والمصلين في المساجد، وكذلك جمع المجهود الحربي في الأسواق وما إلى ذلك. هم بحاجة إلى أي أموال تتدفق إلى الداخل، وبالتالي لم يعد البنك المركزي خزينة صالحة لحفظ الأموال وحفظ الودائع المالية والاحتياط النقدي. بهذا الخصوص ذكرت المصادر الكثيرة أنه لابد من دعم العملة المحلية من خلال الودائع خارج اليمن. طيب إذا يعني دعمت هذه العملة يعني بهذه الوديعة أو بهذا المبلغ، يعني هي ستتجه أيضا إلى البنك المركزي الذي يقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، كيف ستتصرف الحكومة حيال ذلك؟ يعني ما الجديد الذي سيحدث؟ ما هي استنزفت؟ نعم، أنت تقول يعني أن الميليشيا هي من استنزفت الاحتياطي، إذا يعني بالتأكيد ستستنزف أي مبالغ تدخل إلى البنك المركزي لأجل حروبها واتساع رقعتها. نعم، يعني الاستنزاف ربما سيستمر، لن يتوقف الاستنزاف، لكن على الأقل يحاول البنك المركزي إعادة التوازن لخطواته والثقة بالريال اليمني، لأن المستوردون يواجهون مشكلة في انعدام الثقة بالبنك المركزي نفسه، لأنه لا يستطيع الآن أن يغطي أي استيراد بأي عملة بسبب الاهتزاز الثقة بالبنك المركزي، وهذا ما يواجهه المستوردون اليمنيون بكل أشكالهم وألوانهم ومختلف صنوف تجارتهم.
هذا طبعا ينعكس على المواطن بشكل رئيسي وينعكس على السوق السوداء. لذلك لابد من إعادة التوازن، إعادة الثقة بالبنك المركزي. ومع ذلك لا أعتقد أن الاستنزاف لن يعني ليس يتوقف، سيستمر الاستنزاف، لكن ربما هناك ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع إذا ما تمت الضغوط الداخلية والخارجية واستطاع البنك المركزي أن يفعل شيء. هو برأيك أستاذ محمد كيف سيتم إعادة الثقة بالدولار الموجود في البنك؟ هو يعني تابع للمملكة العربية السعودية، وبالتالي احتياطنا النقدي في اليمن لا يزيد عن 200 مليون دولار، وهذه كارثة بكل المقاييس. نعم، برأيك كيف يمكن استعادة الثقة أو إعادة الثقة بالبنك المركزي؟ وزارة التخطيط المعنية بالعلاقات الدولية وبالعلاقات التجارية الخارجية لليمن وضعت هذا المقترح بوجود يعني بدعم العملة، بدعم البنك المركزي باحتياطي نقدي عن طريق الأشقاء في دول الخليج، لكي يتم استعادة هذه الثقة من خلال الرصيد البنك الاحتياطي الذي سيصل إلى 6 مليار دولار، وهو الوضع الطبيعي لليمن منذ ما قبل 2011. نعم. بهذه الطريقة سيتم استعادة الثقة. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أيضا لاستقراء يعني الجانب الحكومي ودوره الدكتور محمد حلبوب، عضو اللجنة الاقتصادية العليا من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور. دكتور محمد، يعني بعد هذا التقرير الذي أطلقته وزارة التخطيط والذي يعد تقريرا كارثيا ينبئ عن انهيار تام للاقتصاد الوطني، ما الذي يعني تقوم به الحكومة برأيك؟ الحكومة في الرياض لم يعد بيدها أي شيء تعمله سوى نقل البنك المركزي من تحت سلطة الانقلابيين من صنعاء إلى عدن. إذا لم تتم هذه الخطوة بشكل سريع قبل أن تنهار أو قبل أن يستنزف ما تبقى من الاحتياطي، فإن اليمن تدخل على كارثة. اليمن الآن هي تعيش في كارثة. الناتج المحلي الإجمالي انخفض 28%، الصادرات انخفضت 58%، الواردات 44%، الإيرادات الحكومية 53%، النفقات الحكومية 55%، الأسعار العملة هبطت 28.5%، التضخم ارتفع 37%، المديونية زادت إلى 5.4 تريليون. نعم أستاذ دكتور محمد، يعني أكثر من هذه المؤشرات المخيفة التي تؤكد بأن المريض في الطريق إلى الوفاة. طيب هل يمكن القيام بمثل هذا الإجراء؟ دكتور محمد، هل يمكن القيام بمثل هذا الإجراء خاصة ونحن نعلم أنه تعثر في الفترة السابقة التي حاولت فيها الحكومة نقل البنك إلى عدن، وهناك اتفاقات دولية يعني تقريبا تمنع مثل هذا الإجراء؟ لا توجد اتفاقات دولية تمنع من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. إذا لما لم يتم نقله في السابق؟ ما يوجد، ما كان موجود هي ضغوطات أمريكية فقط تحاول الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء، وهي نفس الضغوطات الأمريكية التي تحاول الإبقاء على الحوثيين في وضع قوي بحيث يكونون شركاء أقوياء في العملية السياسية. نقل البنك المركزي إلى عدن كانت أمامه فقط الجوانب الأمنية، وقد تحسنت كثيرا في عدن، ولكن العائق الأكبر هو كان الضغوطات الأمريكية. وقد قال السفير الأمريكي بقبل 8 أشهر بصريح العبارة وضغط بعدم نقل البنك المركزي، لأن هذا سوف يؤدي إلى اختصار الحرب في اليمن وانتهائها خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر. إذا أين الدور الإقليمي دكتور محمد؟ في صنعاء هو إطالة الحرب لفترة أطول. نعم، إذا أين الدور الإقليمي مثلا بدول الخليج، دول التحالف أيضا في هذه المسألة وفي دعم اقتصاد اليمن الذي يعني تدهور فعليا بسبب الحرب؟ الدول الخليج هي على استعداد تام لدعم العملة اليمنية بالوديعة الدولارية، ولكنني أحذر من أن يتم إعطاء هذه الوديعة للحوثيين، لأن ذلك يعتبر إنقاذا لهم من الورطة التي هم فيها، وهو عمليا تبذير لا يرضى لا الله ولا رسوله أن نعطي الحوثيين أموال لكي يحاربون فيها. وقد تركنا لهم من سابق
4.7 مليار دولار ليحاربونا فيها. إذا أعطيناهم الآن الأموال سوف يستخدمونها بشكل تبذيري من أجل أن يحاربونا فيها. ولذلك فإن على دول الخليج ألا تعطي أي أموال إلا إذا تم نقل البنك المركزي. طيب إلى عدم. دكتور محمد، ما هي إمكانية نقل هذا البنك؟ يعني ما الذي يمنع الحكومة حتى الآن من نقل البنك المركزي غير الضغوطات؟ يعني هي تعلم أن هناك ضغوطات أمريكية، ولكن الآن هل نظل نتفرج على تظل الحكومة تتفرج على الشعب اليمني يموت تدريجيا لأنها لا تريد إعطاء الدعم للحوثيين، أم أنها ستقوم باتخاذ إجراء رغم الضغوطات ونقل البنك المركزي حتى تستطيع إنعاش الاقتصاد الوطني؟ بالخصوص لماذا لم يتم نقل البنك المركزي إلى عدن، أنا أفضل أن تسألون هذا السؤال لرئيس الحكومة الجديد، وكان يفترض أن تسألون رئيس الحكومة السابق. من وجهة نظري وباعتقادي لا توجد أي موانع لا إدارية ولا قانونية ولا سياسية تمنع النقل ولا مالية. ما يمنع النقل هو الضغوطات الأمريكية التي مارسها السفير الأمريكي قبل 8 أشهر، وأنا أقول هذا الكلام يمكن لأول مرة، وقرار سياسي هو عدم توفر الإرادة السياسية ونوع من أنواع، أعتقد أنه نوع من أنواع الغرور الذي يعتقد بأنه يستطيع حسم الأمور بالجوانب العسكرية. لا نستطيع، أنا أعتقد أنه إطالة المعركة هي الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء، هو مجرد إطالة للمعركة فقط. نعم، إذن أستاذ الدكتور محمد عفوان، في ظل هذه النداءات والتقارير الأخيرة من وزارة التخطيط والمتعلقة باقتصاد اليمن والعملة أيضا الوطنية، برأيك إلى أين يمضي اقتصاد اليمن؟ الاقتصاد اليمني يحتضر وهو يتجه إلى كارثة، ستنهار العملة. ما يبقى الآن، ما تبقى من من يحافظ على الوحدة اليمنية، من يحافظ على الدولة، من يحافظ على المؤسسات وعلى الأجهزة، هو البنك المركزي. إذا انهار البنك المركزي من خلال شفط كل احتياطياته، فمعنى ذلك بأننا سوف نقضي على الدولة، وسوف يتطلب مننا بعد ذلك 20 عام من أجل إعادة الدولة وإعادة الجهاز المصرفي. لا أحب أن أضيف هنا بأننا بين لدينا قنبلة موقوتة كبيرة تتحدث في المديونية الداخلية التي وصلت إلى 5.3 تريليون، بما يساوي 25 مليار دولار. هذه القنبلة الكبيرة فيما لو انفجرت هي تعتبر ودائع المواطنين وودائع التأمينات والشؤون الاجتماعية لدى البنك المركزي. إذا انهارت أو انفجرت هذه القنبلة وطلب الجميع مديونياته، فإن هذا سوف يتسبب في كارثة سوف يتطلب إصلاحها في حدود 5 إلى 10 سنوات. إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب، عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ محمد، يعني استمعت إلى حديث دكتور محمد، ربما السؤال الذي يعني أود طرحه لك، برأيك لما لم يتم نقل البنك المركزي إلى عدن طالما أنه لا يوجد لا محاذير ولا قوانين تمنع ذلك؟ طبعا الدكتور محمد حلبوب ذكر أنه المانع سياسي من نقل البنك المركزي إلى عدن، وبرأيي هذا هو أكبر مانع، وهي هذه المشكلة الحقيقية لتدهور الاقتصاد اليمني، وهذا هو هذه المشكلة هي التي يعني يعاني منها اليمن، وهي التي بسببها قامت الحرب، ويعني ربما هو استصغرها وجعلها عائق وحيد، لكنه هو العائق الأكبر، وهو العائق الذي لا يستطيع أحد تجاوزه بسبب تشابك المصالح الدولية داخل اليمن والتحالفات الخارجية التي تتعلق باليمن. هو فقط ذكر السفير الأمريكي، لكن هناك أيضا من يقول أن العوائق عوائق متعلقة بوحدة اليمن، وهو أيضا ذكر الدكتور محمد حلبوب ذكر أن النظام الاقتصادي اليمني وحدته متعلقة بالبنك المركزي، والبلاد أيضا كلها والموارد والمرتبات والأجور كلها متعلقة بالبنك المركزي. نعم. إذن ما زال والمسألة يعني ليس هناك عائق سوى العائق السياسي، فهذا برأيي هو أكبر عائق. وتكلمنا هنا عدة مرات في هذا البرنامج أن ما لم تحل المسألة السياسية لم تحل المسألة الاقتصادية، لأن الأموال ستذهب إلى ما لا يريده لا المانحون ولا اليمنيون أيضا بسبب هذا التحالف المشبوه في صنعاء.
إذا ما هي الحلول برأيك أستاذ محمد، يعني عوضا عن التفرج عن على شعبه يختنق رويدا رويدا؟ الشعب هو الآن لا نستطيع أن نقول أنه يعيش على ما يقدمه البنك المركزي ولا ما يقدمه الاقتصاد اليمني. الشعب يعيش على المساعدات الدولية والمانحين، ويعيش أيضا على حوالات المغتربين. من يقول أن هناك مصدر آخر للشعب اليمني؟ الرواتب ربما هناك الكثير من المؤسسات لا تستطيع أن تدفع لموظفيها، ونسبة الذين يستلمون الرواتب في اليمن لا يتجاوزون 10 إلى 20% من الشعب اليمني، وهذه قليلة جدا. نعم، لكن أستاذ محمد، يعني هنا قطاع كبير أيضا يعتمد على راتبه الضئيل من الدولة، يعني إذا قطع هذا الراتب نضيف أعداد كبيرة إلى الملايين التي أصبحت من الفقراء. الشعب اليمني. نعم، كان يمثل هؤلاء الذين يستلمون رواتب، وإن كانت كما قلت عدد كبير من المدرسين، من أفراد الجيش، من موظفين الدوائر الحكومية، عدد لا يستهان به، يعني يصل إلى 20% 25%. بقية الشعب اليمني يعيش على كفاحه الداخلي. بقية الشعب اليمني هو 80% من الفقراء أستاذ محمد، وهم تقريبا يعني تخيل 80% يعيشون يعني تحت خط الفقر، تبقى 20% ربما هم من يستلمون الرواتب، إذا أضيف إليهم هذا الكم ما الذي سيحدث؟ نعم، لذلك نحن نقول أن الحل هو سياسي، الحل هو عسكري. ربما الكثير من الذين ينادون بسرعة الحسم العسكري هم يريدون تدارك ما تبقى من ماء الوجه اليمني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. لكن التعلق بالحل العسكري أستاذ محمد، التعلق بالحل العسكري لم ينتج أي حلول لمدة عام، يعني الحروب في نهاية الأمر هي لا تفتح إلا طاقة أكبر من الفقراء ومن المرضى ومن الجوع ومن الجرحى. يعني نحن بهذا الموضوع قد ربما نضغط على جهة واحدة وهي طرف التحالف والحكومة الشرعية. لماذا لا يتم يعني استنفار الجهود كلها من اجل الطرف الثاني الذي هو الان يمسك بزمام الامور في صنعاء، ويمسك بخناق ما تبقى من الاقتصاد الوطني من الرواتب من الاجور، ولم يدفع من دور للبنك في صنعاء سوى محاوله تثبيت الاجور في اخر كل شهر؟ لماذا لا نضغط على هذا الطرف؟ لذلك ربما لا يتناسب الحديث الان عن وضع سياسي ولا عن دعم للعمله اليمنيه ولا عن دعم للاحتياط النقدي، طالما والحوثي يمسك بهذه الخيوط كلها. اذا الحل هو العوده الى ما ذكره الدكتور محمد حلبوب، وهو الداعمين لهذا الطرف الذين هم سواء الامريكيين، وان كنت يعني اتحفظ على كثير من المسميات لان هناك اجماع دولي على دعم الشرعيه، لكن هناك من يحاول ان يثبت التوازن ما بين الشرعيه وما بين الحوثي. لذلك الحل الذي يعني كان بداه بحاح وبداه الرئيس هادي بالجمع بين وزير الماليه المعين من الرئيس هادي وكذلك محافظ البنك المركزي لاعاده التوازن واعاده السمعه الى البنك بشروط لا يتدخل فيها الحوثيون. هل سيستمر هذا الوضع الان وهل سيدعم بهذه الشروط ام لا؟ هذا هو ما يمكن ان نامله سواء من مؤتمر الكويت ان تم وان كتب لهم نجاح، او من خلال الضغوط الخارجيه وتضييق الخناق الحوثي سواء عسكريا او سياسيا. اذا دعنا نستكمل حوارنا استاذ محمد ولكن بعد هذا الفاصل. شردنا، لا معانا ماء، لا كهرباء، لا أمان، أطفالنا يبكوا داخل البيوت. احنا الآن طوابير على الروس زي ما تشوفون، طوابير على البترول، على الديزل، كهرباء مفتوح، الناس بدون مياه، بدون أي حاجة.
إذا عودة مجددة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني التقرير أشار إلى مجموعة من النقاط، ربما أحدها الوديعة وأيضا رفض الموازنة المالية وكذلك الدعم بالمشتقات النفطية. هل تجد أن هذه الحلول قد تكون منتجة إن لم نفكر بنقل المركز المالي إلى عدن؟ أستاذ محمد، نعم، الصوت يتقطع. نعم، الخوض في تنقل البنك المركزي الى عدن يحتاج الى يعني خبراء كثيرون للحديث حول هذا الموضوع، والى ايضا تقرير يمكن ان يحدث فيما لو تم نقل البنك المركزي. هناك حلول للاستقرار باعتماد البنك الاهلي اليمني ومركزه الرئيسي في عدن. ربما يستطيع الحكومه الشرعيه وضع وديعه في هذا البنك باسم الحكومه كواحد من المساهمين والتصرف من خلال ذلك، وبالتالي تتحول كل الاموال وكل الايرادات سواء ايرادات شركه صافر في مارب وراس عيسى في الحديده وغيرها، ايرادات النفط بشكل عام تتحول الى البنك الاهلي اليمني في عدن. هناك من تحدث عن هذا الموضوع وقال ان بامكان الحكومه الشرعيه ان لا تخضع لابتزازات الحوثيين وتقوم بنقل الأموال إلى البنك الأهلي اليمني، وهو بنك حكومي وأهلي مختلط للحكومة النصيب الأوفر فيه. هناك أيضا من يقول أن نقل الأموال إلى البنك المركزي ستسبب يعني مشاكل كثيرة، وهناك ارتباطات في عمق الجهاز الإداري والمالي للدولة لا أحد يستطيع أن يحله في هذا الوقت القصير. نعم، طيب أستاذ محمد، يعني إذا يعني ما هي التأثيرات الناجمة الاقتصادية الناجمة إن لم يعني يتم وضع هذه الوديعة والتي حددت بخمسة مليار دولار؟ اهتزاز ثقة الموردين وثقة الجهات التي يتعامل معها التجار اليمنيون في مختلف أنحاء العالم، وكذلك بالنسبة لتجارة النفط استيرادا وتصديرا، هذا هو أهم كارثه يمكن ان تحصل على البلد. ربما الاستمرار الاستيراد والتصدير في اليمن سببه ان يعني هناك ضمانات كثيره من دول الخليج وكذلك ايضا من جهات داعمه ان البنك المركزي سيظل صامدا على قدم وساق، وبالتالي لا تخافوا من عمليات الاستيراد والتصدير، استمروا فيها. لكن اذا وصل البنك الى هذا الحد وتضاءل حجم الاحتياط النقدي، وهذا يعتبر يعني كشف للرصيد الموجود في لهذا البلد، وبالتالي يعني ستتساءل اي مورد لليمن ما الذي يمكن ان يقوم به البنك المركزي وهو عاجز الى هذا الحد. نعم، وضع احتياط نقدي يعني يجعل البنك المركزي يرفع من نسبه الامان التي تمكن البلاد والمستوردين والتجار وغيرهم، وهذا هو موضوع هام. قد يقول قائل انه ربما علاقه التصدير والاستيراد في اليمن ليست بذاك الحد من الاهتمام حتى نجعلها هي الاساس في قضيه الاحتياط النقدي. الحركه كبيره جدا، وحركه الاستيراد والتصدير اما ان يعني تنهض بالبلد واما ان تجعل التجار يهربون باموالهم الى خارج البلد، وهذه كارثه كبيره جدا. وصوره البلد اقتصاديا على الاقل في كل بلدان العالم يتم تحييد الاقتصاد كثيرا عن الحروب وعن النزاعات السياسيه. في اليمن يعني امسك الحوثيون بالبنك المركزي كخزينه. نعم، يتم الصرف منها ونهبها. اذا اسمح لنا يعني ان تتحدث استاذ محمد، يعني أنا من يستطيع أن يجيب على بعض المخاوف من نقل البنك المركزي هو ربما خبير اقتصادي أو يعني في هذا المجال. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مرزوق عبد الودود، مدير مركز التنمية الاقتصادية من صنعاء. مساء الخير أستاذ مرزوق. أهلا وسهلا بكم، مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ مرزوق. يعني تحدثنا مع الدكتور محمد حلبوب وأيضا مع ضيفي هنا عبر سكايب محمد الجمعي حول المخاوف التي يعني تجعل من يعني او تصعب مساله نقل البنك المركزي الى عدن. برايك هل هناك اي محاذير حول هذا الامر؟
طبعا الإجراءات، الوضع الاقتصادي الحالي في اليمن وضع اقتصادي معقد. هناك كثير من المؤشرات الاقتصادية، ليس المشكلة الاقتصادية فقط في نقل البنك المركزي بقدر ما هي في المؤشرات الاقتصادية الكلية. فأيضا يضاعف المشكلة الحالية هو المشكلة النقدية، والتي تمثل في ارتفاعات وعدم استقرار سعر الصرف المحلي. فربما ليس بالسهولة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. كذلك مرتبط البنك المركزي بشبكة البنوك، والتي تتمثل الإدارة العامة كلها في صنعاء. هذه تعقد نوعا ما نقل البنك المركزي. نعم. إذن هل هناك من حلول أخرى لمحاولة إنعاش الاقتصاد الوطني؟ لا يمكن الحديث عن إنعاش الاقتصاد اليمني أو الحديث عن تحسن الوضع الاقتصادي اليمني بمعزل عن الوضع السياسي والأمني. نعم. فالمدخل الرئيسي لتحسين وإنعاش الاقتصاد اليمني هو إيجاد الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء الحرب الحالية. فلا يمكن إحداث أي تحسن اقتصادي دون إعادة سيطرة الدولة على الأراضي اليمنية، وإعادة مؤسسة الدولة إلى وضعها الطبيعي لتعمل وفق كذلك. هناك من أهم الأشياء أن وجود الاستقرار السياسي والأمني هو ما وجود، هذا يؤدي إلى ثقة نفسيا للمواطن للمستثمر. أيضا ربما يؤدي أيضا إلى تدفق المنح النقدية، وكذلك تدفق النقد الأجنبي إلى داخل الدولة. وأيضا المستثمرين تبدأ حركة الاستثمار، وبالتالي حركة الاستثمار تبدأ، وهذا ما يؤدي إلى تشغيل الأيادي العاملة. وتشغيل الأيادي العاملة سوف يؤدي أيضا إلى زيادة الدخول، وبالتالي زيادة الاستهلاك، وهكذا تثور يعني أنت تتحدث عن أن استعادة الدولة هي يعني ربما المؤشر الحقيقي لإنعاش الاقتصاد. ولكن أستاذ مرزوق، يعني في ظل عدم وجود حلول سياسية حتى الآن، وفي ظل استمرار دائرة الحرب، ما هي الحلول التي يمكن القيام بها يعني حتى نتلافى هذه المسألة؟ هناك يعني نداء وجهته وزارة التخطيط عبر تقريرها الأخير. ربما يعني الحلول الاقتصادية أصلا هي عبارة عن مجموعة من العوامل التي يجب أن تسير من أجل تحسين الاقتصاد اليمني. فلا يمكن البنك المركزي، يعني كيف يمكن على سبيل المثال، كيف يمكن الآن البنك المركزي يعاني من شحة وتآكل الاحتياطيات النقدية، كيف يمكن ذلك؟ هذا يحتاج إلى تدفق نقود خارجية، إلى تدفق نقود أجنبية من خارج اليمن إلى داخل اليمن، كيف سيتم ذلك؟ هذا التدفق النقدي يأتي من خلال الصادرات اليمنية من الغاز النفط، وكذلك حركة الاستثمار لابد أن تتحرك في البلد. اليوم على سبيل المثال كذلك التحويلات المغتربين من وإلى اليمن، إذا كانت تحويلات المغتربين التي تدخل إلى اليمن معظمها بالريال السعودي، وبالتالي تعود إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالريال السعودي، والريال السعودي يتم تحويله إلى الدولار وتعود إلى اليمن، هذه كلها الحلقات كلها مفقودة. فمن أهم يعني لا يمكن أن يتم أي إيقاف لتدهور الاقتصاد
دون اي نعم. اي تحسن اتضحت الفكره والأمنية. نعم شكرا جزيلا لك استاذ مرزوق عبد الودود مدير مركز التنميه الاقتصاديه كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ محمد، يعني تحدث عن حلقات الأستاذ مرزوق يعني عن حلقات كثيرة مفقودة، منها التدفق النقدي ويعني عدم ثقة المستثمرين وهجرة رأس المال بشكل مستمر، أيضا الغاز النفط، عدم وجود أي إيرادات كان يمكن أن تقوم بإنعاش هذا الاقتصاد، ما رأيك؟ بالعودة إلى النقطة التي انتقلت إليه منها وهي البنك المركزي ومسألة تطلع إلى عدن ونقله إلى عدن، هو أشار إلى نقطة مهمة جدا وهي مسألة أن الإدارة العامة للبنوك وشبكة التعاملات المالية والشركات والصرافة كل الإدارة العامة موجودة أو معظمها في صنعاء. هذه النقطة هي من النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها أي مطلع على الاقتصاد اليمني، وهي أن الاقتصاد اليمني مصمم على أن تكون صنعاء هي الأساس في كل شيء، لذلك يحتاج أيضا الخبراء الاقتصاديون في مسألة نقل البنك المركزي إلى عدن أو إلى أي حل آخر إلى فكفكة هذا النظام الذي صمم على فئة معينة من الناس وإلى طبقة وشريحة معينة من التجار، سواء الرئيس السابق وشبكة تعاملاته والتجار الذين يتبعونه أو العائلة التي كانت الأمور بدأت تؤول إلى تصميم الاقتصاد اليمني وتفصيله عليها تماما. لذلك هذه أيضا هي من المشاكل التي تواجه نقل البنك إلى عدن. نعم، يعني ربما السهام كلها تتوجه نحو تحرير المركز المالي حتى تتحرر أو حتى ينقذ اقتصاد البلد، أو أنهم يجازفون بمسألة دعم الاحتياط النقدي ومحاولة حصار الميليشيات سواء التي تتحكم بالبنك المركزي أو التي تسيطر على الإيرادات أو التي تتحكم في الرواتب من خلال ضاغطين دوليين خارجيين بعدم الاستهتار مرة أخرى بهذا المورد الهام وبهذا العمود الرئيسي لهذا البلد الذي يمكن ان يتحول الى كارثه بشريه فيما لو تحول 25 مليون مواطن الى عاله والى باحثين عن رزق سواء في دول الجوار او في دول ما وراء البحر الاحمر. هذه هي الكارثه التي يجب ان يتنبه لها الجميع سواء كانوا محاربين او باحثين عن سلطه او يعني قائمين ضد الانقلاب، يجب ان يركزوا كلهم على هذه النقطه وبما فيه الميليشيا الحوثي وصالح التي اقتحمت البلاد كلها من اجل ارتفاع البترول الذي كانوا يدعون انه هدفهم او السبب الرئيسي لحصار العاصمه صنعاء. نعم، طيب يعني استاذ محمد لو لاحظنا ان يعني الحروب يعني تستمر، محاولات للحلول السياسيه موجوده يعني اخرها ربما هي مفاوضات الكويت، ولكن لا احد ينتبه ربما لدائره الاقتصاد التي تتسع لتبتلع كثيرا من الشعب اليمني. هل يعني ربما هذه او هذا النداء الذي اطلقته وزاره التخطيط سيكون كما يعني ناقوس الخطر الذي دق ليستطيع جميع الاطراف استيعاب المرحله الاقتصاديه السيئه القادمه التي وضعت فيها البلد؟ دعيني أقول لك أنني تفائلت في البداية عندما أصدر الملك سلمان قرارا بتسوية وضع المخالفين أو اليمنيين المتهربين إلى المملكة العربية السعودية، أن هذا بداية الحلول الاقتصادية التي لا يستطيع الحوثي وضع يده عليها. 400 إلى 500 ألف مواطن يمني هناك في المملكة ربما يستطيعون أن يحلوا مشكلة مليون إلى مليونين إلى مليوني يمني، إلى جانب 2 إلى 3 مليون مغترب ربما يحلون مشكلة 10 مليون إلى 15 مليون من خلال التحويلات. وبعد ذلك توقفت كل الإجراءات الأخرى باستثناء السماح للحركة التجارية في البحر الأحمر بالحركة، وكذلك الاتفاقات التي لا ندري كلها إلى أي مدى وصلت يعني عندما بدأ التحرك من محافظ بارد عندما أراد أن يفصل الإيرادات وأن لا يوصلها إلى البنك المركزي. تفاءلنا أن هناك حركة من هذا النوع. عودة محافظ البنك المركزي أيضا أدت إلى نفس التفاؤل.
لكن الآن البنك المركزي نعم. يعلن طيب. أنه لا يستطيع أستاذ محمد إيرادات موارد. نعم أستاذ محمد اسمح لي فقط ينضم نعم. معنا يعني أخيرا يغطي. وبالتالي سأعود نعم. إليك سأعود إليك يعني ينضم معنا الأستاذ أحمد شماخ الخبير الاقتصادي من صنعاء. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور العافية أستاذ أحمد. يعني أهلا بك. ارتكز تقرير وزارة التخطيط والتنمية على مجموعة من النقاط تحدثت عن سوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد، برأيك يعني ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مثل هذه الحالة؟ طبعا من المنطقي يعني جدا الربط ما يدور اليوم في اليمن من حروب وصراعات سياسيه وعسكريه بالاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه وبتردد ايضا وعد ماليه الدوله. على اثر هذا طبعا قد خلقت واقعا يعني صعبا ومعقدا على كل اليمنيين دون استثناء. فالوضع الاقتصادي في العام خلال العام هذا والاعوام الماضيه لا شك بان هذه الاحداث الجاريه منذ سنوات في البلاد وخاصه في الاوضاع السياسيه والامنيه اثرت وستؤثر ايضا يعني في حال استمراريه بشكل خطير على الاقتصاد الكلي، ومن ثم ستكون لها تاثيرات سلبيه الخطيره على المجتمع تتمثل في اتساع رقعه البطاله وارتفاع معدلات الفقر والجوانب طبعا على الجانب الإنسانية في الوقت الراهن إلى مستويات خطيرة. الآن حوالي أكثر من سكان اليمن البالغ عددهم أكثر من 25 مليون نسمة يعني حالتهم يعني وصلت إلى حد لا يطاق. ولهذا فإن التغيرات في النمو الاقتصادي خلال هذه الأعوام لم تتحسن يعني بأسباب يعني مجتمعة يعني. ماذا عن العملة النقدية أستاذ أحمد؟ ماذا عن العملة النقدية الوطنية؟ نعم ماذا عن العملة النقدية الوطنية؟ ما معنى دولك يعني أنا يعني بس بهوصلك بس فقط عن فكرة. طبعا هناك يعني عجز يعني في الموارد الماليه للدوله خصوصا في الموازنه العامه يعني عجز متراكم منذ سنوات طبعا بسبب ايضا توقف الايرادات النفطيه وغير النفطيه وضعف ايضا بيئه الاعمال اليمنيه. نعم. وتوقف ايضا كما نعلم الجميع حجم المساعدات والمنح والقروض لليمن وان ايضا يعني تاكل الاحتياطي النقدي للبلد. ايضا ارتفاع حجم الدين العام يعني الداخلي الى نعم. هل تجد استاذ احمد نعم اسمح لي ان استغل وجودك معنا استاذ احمد يعني تؤثر حتما على اداء مختلف القطاعات نعم. الدوله وعلى على معيشه المواطنين وعلى كل القطاعات الاقتصاديه. نعم انا استاذ احمد معدلات البطاله واتساع رقعه الفقر. نعم اسمع استاذ احمد يعني هناك بعض الحلول وضعتها وزاره التخطيط يعني ربما ابرزها وضع وديعه بقيمه 5 مليارات دولار، هل انت مع هذا المقترح؟ اولا المقترح هذا يعني مقترح خيالي ولا يمس الى الواقع بشيء يعني لانه وطرح وديعه من اول حاجه من بده يطرح وديعه الان في ظل الاوضاع هذا؟ مين عنده بال يعني؟ اي حكومه يعني في يعني اكثر من رئيس واكثر من حكومه واكثر يعني عنده بال يطرحها يعني. نعم اسمح لي للاسف الشديد المخرج يعني يشير لي بانتهاء الوقت استاذ احمد شماخ، كان بودي ان تظل معنا فتره اطول. شكرا جزيلا لك استاذ احمد شماخ الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. اعتذر منك استاذ محمد الجماعي لم اتمكن من العوده اليك الصحفي الاقتصادي، اشكرك كل الشكر عبر سكايب كنت معنا من عدن. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في حلقه قادمه، كونوا برعايه الله وامنه.